اهلا وسهلا بيكم في جيمز تو ايجيبت. لقب جيمر بقى شائع جدا في الوقت الحالي. عدد الجيمرز حاليا بقى عملاق، اكاد يكون معظم سكان الكره الارضيه جيمرز. بس السؤال اللي بيطرح نفسه، انت انهي جيمر؟ الجيمرز انواع كتير هنعرفهم في الفيديو ده، بس قبل ما ابدا الفيديو يا ريت تدعمونا باللايك والسبسكرايب وتدوسوا على جرس التنبيهات عشان يجيلكم كل جديد. معاكم كينج من جيمز تو ايجيبت، ويلا بينا. اول نوع من الجيمرز هو الكاجوال جيمر. يعني ايه كاجوال جيمر؟ في عدد كبير جدا من الجيمرز يعتبروا كاجوال جيمرز، ودول الوقت اللي بيقضوه في الالعاب يعتبر وقت بسيط جدا مقارنه بفئه ثانيه من الجيمرز، واللي هدفه انه مجرد الاستمتاع باللعب ولكن بشكل بسيط شويه. بمعنى انه مثلا ممكن يكون بيهتم اكتر انه يستمتع باللعبه على الايزي، او انه يستمتع بالقصه بس، ومش بيقدر انه يلعب اللعبه لساعات طويله، وبيبقى مش محتاج انه يقضي وقت طويل في لعبه واحده. وده بسبب انه الساعات الفاضيه المتاحه ليه بيحاول انه يستمتع باكبر قدر ممكن من الالعاب. وفي امثله للكاجوال جيمرز انا اعرفهم شخصيا ممكن يستمتعوا باول ساعه من اي لعبه وبيكتفي بكده. ومن اشهر الكونسولات اللي كانت موجهه للكاجوال جيمرز كان كونسول النينتندو وي. ده جهاز موجه للكاجوال جيمرز صرف. في الغالب معظم الجيمرز اللي كبروا سنا بيتحولوا لكاجوال. ده يوصلنا نقطة مهمة، وهي ان الكاجوال جيمر ما بدأش انه يبقى كاجوال جيمر في الغالب. الجيمر بيوصل لمرحلة الكاجوال الا لما يكون عدى على الفئة والنوع التاني اللي هتكلم عنه دلوقتي، وهو الهارد كور جيمر. ودول بقى اللي بيقضوا ساعات طويلة يوميا على الفيديو جيمز، ممكن ان هي تصل لدرجة الادمان. والفئة دي احنا لا نشجع لها اطلاقا، على العكس يفضل انك تمسك العصاية من النص. وده بسبب ان الجيمز ليها متعة وفوائد كتيرة جدا، بس تقضية ساعات اكتر من اللازم ده ممكن يسبب اضرار تانية مش موضوعنا حاليا في الفيديو. وفي اختلاف على الهارد كور جيمرز، هل بيبقوا اللي بيقضوا ساعات طويلة على اللعبة ولا اللي بيدفعوا فيها فلوس. وفي الاخر استقر على ان الهارد كور جيمر اللي بيعمل الاتنين، والاهم بالنسبة له انه يبقى ماستر في اللعبة دي. الهارد كور جيمرز بنلاقيهم في المعظم في الالعاب التنافسية، ان كانت اي سبورتس زي ليج اوف ليجندز او مثلا ببجي او فورتنايت، واكيد مش هنسى العاب الشوتر بانواعها والعاب الام او ار بي جي زي وورلد اوف ووركرافت. الفئه دي مستحوذه على النوعيه دي من الالعاب بشده، وده لانه عنده القدره على التعلم باستمرار، وبيبقى عنده هدف انه يبقى افضل وافضل في العابه المفضله. فتلاقيه بيتدرب كتير جدا لحد ما بيوصل البعض منهم انه بيستغل كل الوقت اللي قضاه في لعبته المفضله انه يكسب منها فلوس، سواء بقى انه ينضم لفريق ويخش بطولات زي بطولات ليج اوف ليجندز شامبيونشيب، وده بيبقى نتيجه لوصوله لمرحله عاليه من الاحترافيه. فبقى بدل من اللعب يبقى للتسليه، بقى كمان مصدر للربح والدخل ليه، ولكن بشرط ان ده ما ياثرش ولا على صحته العامه ولا مستقبله الشخصي. وده ياخدنا للنوع الثالث، وهو البرو جيمر. ده اللي خلاص وصل لدرجه كبيره جدا من الاحترافيه تؤهله انه حول اللعب لمصدر للربح، وبيبقى مش ربح عادي، في بعض الأحيان بتوصل الأرباح لأرقام كبيرة جدا تقدر بالملايين، وحتى على المستوى المحلي بتبقى جوائزها محترمة جدا جدا. نيجي بقى للنيوب. النيوبي دي مش شتيمه والله، بس معناه انه جديد تماما على الجيمنج، فده احنا ما نعرفش نقول له يا بخته ولا نقول له معلش. بس النيوب بيبقى لسه هويته مش محدده، ولسه بيتعرف على العالم ده جديد. عالم جديد هو دخله، فما اقدرش اقول له غير ان انت انبسط بكل تفصيله فيه. نيجي بقى للبشوات، وهم الكوليكتورز. الكوليكتور في المعظم بيبقى كاجوال جيمر جدا جدا، بس حبه وشغفه بالفيديو جيمز كبير لدرجه انه ممكن يبقى عنده معلومات كبيره جدا عن الالعاب، بس ما لعبش ولا لعبه هو بيجمعها. بس الفكره كلها ببساطه انه هو عايز يشبع رغبته في الامتلاك واقتناء الالعاب، ويشم ريحه الكارتريج او يشم ريحه الاسطوانه دي عنده بالدنيا. نيجي بقى لفئه من الفئات اللي انا بنتمي ليها شخصيا، وهي فئه الريترو جيمر او الكلاسيك جيمر. هم الاولد سكول جيمرز، وصدقوني نتفق او نختلف، هتفضل ذكرياتي القديمة مع الالعاب افضل بكتير من ذكرياتي الحالية، بالرغم من التطور المذهل اللي حصل للالعاب ان كانت بصرية او تقنية، بس ستظل الالعاب القديمة ليها رونقها ومكانتها الخاصة. انا لحد دلوقتي لازم ارجع للالعاب زمان بشكل مستمر لما فيها بقى من ذكرياتي وانا صغير. عايز اقول لكم على حاجة، جيل التمرينات بحكم انه شاف حاجات كتير قوي
وشاهد تطور الجيمينج، فحاليا الموضوع بالنسبه له او بالنسبه لنا صعب جدا. ممكن نقول عنصر الواو افكت بقى اقل بكتير، ومش اي لعبه بتعجبنا، لازم تكون فعلا اللعبه طفره عشان ناخد قرار ونقول ان اللعبه دي احنا مستنيينها او ان احنا نشتريها. اخر نوع واللي هختم بيه هو الجيمر الحقيقي، وده بقى اللي ولا تبع فريق، ان كان فان لسوني ولا المايكروسوفت ولا فان للعبه عن لعبه، ولكن هو اللي بيستمتع بكل لحظه في اللعبه اللي بيلعبها، حلوه او حتى ان كانت وحشه، المهم انه يستمتع. وانا عن نفسي هشارككم انا منضم لانهي فئه. انا في بعض الاحيان ببقى كاجوال بحكم ان وقتي قليل جدا ومشاغلي في الحياه كبيره، وفي نفس الوقت انا محتاج ان انا اجرب كل الالعاب تقريبا. وفي بعض الاحيان ببقى هارد كور عشان بحب العاب الموبا زي ليج اوف ليجندز، وزي ما قلت من شويه فانا كلاسيك جيمر جدا، وفخور اني ممكن اسمي نفسي اني جيمر حقيقي عشان بكره التعصب وبحب استمتع بالالعاب على اي منصه كان. المهم ان احنا ننبسط. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ويا ريت تشاركونا في التعليقات انتوا انهي نوع من الجيمرز. يا ريت ما تنسوش اللايك والسبسكرايب وتدوسوا على جرس التنبيهات عشان يجيلكم كل جديد، وما تنسوش في الديسكريبشن هتلاقوا اللينكات الخاصه بستورز جيمز تو ايجيبت ورابط صفحتنا على السوشيال ميديا. كان معكم كينج من جيمز تو ايجيبت. سلام.